قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتوقع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، لكنه أشار إلى عدم علمه بطبيعة القرار الذي سيتخذه الرئيس الأمريكي في 12 من مايو المقبل بشأن الاتفاق. Je considère que c'est un engagement de campagne qu'il a pris de longue date. ترامب ومن خلال كل تصريحاته وآخرها لم يبدي استعدادا للدفاع عن الاتفاق النووي، وأعتقد بأنه لن يتمسك بالاتفاق النووي، ولكنه أبدى انفتاحا لفكرة التوصل لاتفاق جديد أوسع ومنظم مع إيران. نشدد على ضرورة احترام الاتفاق النووي الإيراني، وأتمنى أن نتمكن من العمل على جدول أعمال إيجابي بغض النظر عن قرار ترامب بشأن ذلك الاتفاق النووي والذي سيتخذه في 12 من مايو المقبل، وبغض النظر عن القرار الأمريكي المقبل، سوف نعمل سويا في المنطقة على خلق اتفاق أوسع وكادر استراتيجي للحوار مع إيران.